أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من كشك الصحافة. كالمعتاد نطالع وإياكم أبرز ما تقوله المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة كل يوم. نبدأ من موقع عدن الغد، عنوان في صفحته الرئيسية وقال: توكل كرمان، فخورة بما حصل في تركيا وسوف أستمر في الدفاع عن الديمقراطية. قالت القيادية توكل كرمان إنها فخورة بما حصل في تركيا، متعهدة بأنها سوف تناضل من أجل الدفاع عن الديمقراطية. وتحدثت كرمان في تصريحات بثتها على صفحتها بموقع فيسبوك: أحدثكم من مطار اسطنبول الذي شهد قبل أيام واحدة من أهم صور الكفاح الأسطوري للدفاع عن الديمقراطية. وتعهدت الناشطة كرمان بالدفاع عن الديمقراطية في أي جزء من العالم. من عناوين الموقع أيضا: حملة أمنية في لحج وضبط أبرز عناصر القاعدة بعملية نوعية. موقع يمن مونيتور تحدث عن مكافحة الجراد وقال: مركز الملك سلمان يمول مشروع مكافحة الجراد في 7 محافظات في اليمن. في تفاصيل الخبر يقول: وقعت الحكومة اليمنية مع الحكومة السعودية اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجراد الصحراوي ب7 محافظات في اليمن، وبتمويل من مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية. بحسب وكالة سبا اليمنية الرسمية، فإن المشروع يتضمن دعم وزارة الزراعة والري اليمنية بمبيدات حشرية لمكافحة الجراد الصحراوي، وتأمين أجهزة رش للمبيدات في كل من محافظات أبين، لحج، شبوة، حضرموت، المهرة، مأرب، الجوف، وتأمين مستودعات في هذه المحافظات لحفظ المبيدات، تمهيدا للبدء في حملة الرش ومكافحة الجراد الصحراوي الذي يهدد المحاصيل الزراعية. وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان كتب مقالا هاجم فيه المتفاوضين، وكان حديثه موجها بشدة إلى الجهة التي عبثت بكل الاتفاقات وأفقدت اليمن أحد أهم الدول المتعاطفة معها. وقال الرويشان: الكويت انذار قبل الطرد، وأخيرا فاض بالكويت. الكويت التي لا تغضب بسهولة تنذر الكائنات المطاطية اليمنية المتحاورة وتعطيها مهلة 15 يوما كي تتفق أو تغادر. لابد أن الكويت شعرت بالقرف قبل الغضب. الكويت التي تحب اليمن واليمنيين صبرت طويلا بلا جدوى. خسرتم الكويت أيها الحمقى، لا كويت أخرى في العالم أيها المجانين، ولن يقبل بجنونكم أحد بعد اليوم. وافقتم على قرار مجلس الأمن، وحضر بان كي مون نيابة عن العالم، وحضرت الجامعة العربية، وفجأة تنكثون العهد وتنكثون عن الوعد بعد 90 يوما. وفاض بالكويت المحبة الصبورة، وفاض بالعالم المشفق على معاناة شعب وموت بلاد. قبيل عيد الفطر رجعتم تلمعون، وعدتم بعد العيد نهمين مثل حصالات نقود متنقلة. كنا نعرف أن حصالة النقود لا تتفاوض ولا تقرر، مجرد حصالة نقود، وكنا نموت كل يوم بانتظار ما لا يجيء. إلى موقع التغيير نت، جاء فيه: السعودية تقرر إصدار تصاريح عمل نظامية للزائرين اليمنيين. في تفاصيل يقول الموقع: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إتاحة خدمة تسمح بإصدار تصاريح مؤقتة للعمل بشكل نظامي للزائرين اليمنيين، وذلك لستة أشهر قابلة للتجديد. حيث ذكرت الوزارة أنه وحرصا على تيسير أوضاع الأشقاء اليمنيين، فقد تم إتاحة خدمة إلكترونية تسمح لليمنيين بالعمل في المملكة بشكل نظامي، وتمنحهم وثيقة قانونية تسمح بالعمل لدى الجهة أو المستفيد من خدماتهم دون الحاجة إلى نقل الخدمات. وأضافت أن الخدمة هدفها الرئيسي إتاحة الفرصة لليمنيين الذين يقيمون في المملكة بصورة غير نظامية بعد تصحيح أوضاعهم بالعمل وبشكل نظامي وفق أنظمة العمل السعودية. موقع عدن تايم قال في أحد عناوينه: حصرياً، من هو ابن عدن الذي احترف في ناد سويسري؟ في التفاصيل:
كشف اللاعب الدولي السابق ولاعب وحدة عدن والمنتخبات الوطنية الكابتن وجدان شاذلي تفاصيل العرض الذي تلقاه نجله وجد للاحتراف في نادي سيون السويسري خلال الفترة القادمة. وقال الكابتن وجدان في تصريح خاص لعدن تايم إن نجله وقع عقدا لمدة موسمين مع النادي السويسري على سبيل الإعارة من النادي الأهلي الإماراتي الذي يرتبط معه بعقد سابق. يتابع عدن تايم: نادي سيون هو فريق كرة قدم لمدينة سيون في سويسرا، تأسس سنة 1909، يشارك في الدوري الدرجة الممتازة في سويسرا. حاول الكاتب عبد العزيز المجيد الاقتراب من التجربة التركية في رفض الانقلاب وربطها ببعض ما يجري في دول المنطقة، وقال المجيد في مقال نشره الموقع بوست: تركيا تشبه نفسها، تشق طريقها وتكافح جيدا بوعيها لمتطلبات الحضور الخلاق والتنافس بين الأمم رغم شرسة حرب الكبار على تطلع أي أمة للنهوض والاعتداد الوطني. الأمة التركية لا شك ستواجه مآزقا وتحديات، لكن الشعب الذي خرج للدفاع عن وجوده الخاص والعام وإجهاض الانقلاب قادر بالمزيد من التعدد الوطني على عبور كل هذه العوائق وتركها خلفه. ثمة شيء وحيد يمكنكم الإفادة منه: المنافسة السياسية الشريفة، التعايش بين الجميع والوقوف صفا واحدا عندما يتعلق الأمر بإرادة الشعوب ومستقبل الأوطان ووجودها الحضاري الفعال بين الأمم. ما دون ذلك فلتثير النقع والغبار، وحتما سيقول الشعب كلمته في وجه الجميع لتكن مناسبة للتعلم وليس لاجترار عاهاتنا وانقساماتنا المريضة كتجل لعصبيات بدائية أخرى رحلت شكليا إلى الإيديولوجيات ولافتات السياسة، لكنها حافظت على ذات المضمون التدميري للتعصب. إلى موقع بوست والذي تابع إحدى الموضوعات وعنوان: تعز ميليشيا الحوثي تقوم بإعدام طفل وترغم أقاربه على اتهام المقاومة والجيش. يقول الموقع بوست: أقدمت ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح اليوم على إعدام طفل في محافظة تعز. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري في تعز العقيد ركن منصور سعد الحساني: ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح أقدمت على قتل الطفل أحمد منير أحمد سعيد الذي يبلغ من العمر 7 سنوات وهو متواجد أمام منزلهم في منطقة حضران قبل المغرب. وأضاف الحسين في بيان أن ميليشيات الحوثي والمخلوع قامت بسحب جثة الطفل وإخفائها، مشيرا إلى أنه عندما ذهب عم الطفل لمراجعة قيادات الميليشيات تم أخذه إلى مدينة الصالح في الحوبان. غارات طائرات التحالف العربي تم رصدها من قبل موقع مصدر أونلاين والذي عنون: التحالف يشن عدة غارات على مواقع للحوثيين والمعارك مستمرة في محافظة تعز. عنوان آخر من لحج: مقاتلات التحالف تستهدف ثكنة للحوثيين وقوات صالح شمال محافظة لحج وسقوط قتلى وجرحى. الجوف أيضا كان لها نصيب من الغارات، وقال العنوان: غارة تدمر عربة للحوثيين في المتون ومواجهات جنوب مديرية خب والشعف. أيضا عنوان آخر: الحوثيون يداهمون منطقة مناخة ويحاصرون منزل زعيم قبلي موال لصالح ويخطفون شقيقة. قال سكان محليون إن العشرات من مسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق صالح داهموا منطقة مناخة في مديرية حراز وحاصروا منزل الزعيم القبلي لمنطقة مسار. وأضافوا لمصدر أونلاين أن القوات الإنقلابية فرضت طوقا مسلحا على منزل الزعيم القبلي رغم انتمائه لحزب المؤتمر، مطالبا الحوثيين بتسليم أخيه الذي انضم للانتفاضة الشعبية عام 2011. وقبل مطالعة ما تقوله الصحافة العربية اليوم، نذهب إلى فاصل قصير كالمعتاد، فابقوا معنا.
نعاود الترحيب بكم مشاهدينا، نصحبكم الآن في جولة الصحافة العربية في أعدادها اليوم. البداية من الصحف الكويتية التي شنت هجوما غير مسبوق على المتحاورين في الكويت، واستخدمت الصحف الكويتية مصطلحات تنم عن الإحساس بالفشل، حيث قالت صحيفة الجريدة الكويتية في عنوان بارز: الكويت لليمنيين 15 يوما وإلا. تقول الصحيفة الكويتية: أمهلت الكويت الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام 15 يوما لحسم أمرها والتوصل إلى اتفاق سياسي، معلنة إنها سوف تعتذر عن مواصلة استضافة المشاورات إذا لم يتحقق ذلك خلال هذا الموعد، حسب ما أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجر الله. وقال نائب وزير الخارجية الكويتي: كنا واضحين مع الأطراف اليمنية المشاركة، فلم نترك الأمور بلا سقف زمني، وحددنا مهلة 15 يوما لحسم الأمور خلالها، وإذا لم يتم ذلك فنحن استضفنا بما فيه الكفاية، وبالتالي على الإخوان أن يعذرونا إذا لم نكمل الاستضافة. بدورها أيضا وصفت صحيفة السياسة الكويتية المآلات التي قد تصل إليها محادثات اليمنيين، وعنونت: المشاورات اليمنية على شفير الهاوية. تقول السياسة: في موازاة تواصل الاجتماعات الكويتية الأممية اليمنية المكثفة لإحداث ثغرة في جدار الأزمة اليمنية، تتيح التوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدا للمأساة الإنسانية المتفاقمة، وحذرت مصادر متابعة من إعلان فشل المفاوضات. وتحمل الصحيفة الكويتية ميليشيا الحوثي أسباب الفشل، تقول: نتيجة تمسك الوفد الحوثي بالشروط التعجيزية بشأن الحل السياسي الشامل والرئاسة والحكومة الانتقالية، وهو ما أكدته تصريحات رئيس وفد حركة أنصار الله الذي قال إن المشاورات لم تعد إلى نقطة الصفر بل عادت إلى ما وراء نقطة الصفر، متهما المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالانقلاب مع الطرف الآخر وطرح قضايا مختلفة عما اتفق عليه. وتستند الصحيفة إلى تصريحات نائب وزير الخارجية الكويتي، وقالت إنه حدد سقفا زمنيا لا خروج عنه. صحيفة القدس العربي ركزت أيضا في عناوينها وفي الصفحة الرئيسية على ذات الموضوع الذي اهتمت به باقي الصحف العربية. قالت القدس: في تطور لافت، الكويت تمهل الأطراف اليمنية 15 يوما لحسم مشاورات السلام، حيث نقلت صحيفة عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجر الله، نقلت الصحيفة وقالت إن بلاده حددت مهلة مدتها 15 يوما للأطراف اليمنية لحسم مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها بلاده برعاية أممية، في تطور لافت بعد 5 أيام من الانسداد التام للجولة الثانية من المشاورات. وأكد المسؤول الكويتي في تصريح أن الكويت سوف تعتذر عن عدم مواصلة المشاورات إذا لم يتحقق الحسم خلال ذلك الموعد، وهو 15 يوما. قال أيضا: كنا واضحين مع الأطراف اليمنية المشاركة، فلم نترك الأمور بلا سقف زمني، وحددنا مهلة 15 يوما لحسم الأمور خلالها، ولافتا أيضا إلى أنه إذا لم يتم ذلك فعلى الأشقاء أن يعذرونا إذا لم نكمل الاستضافة. صحيفة السياسة الكويتية شنت في افتتاحيتها هجوما على ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، وقالت في افتتاحيتها التي حملت عنوان الطريق إلى اليمن السعيد معبدة بالنار: لا تزال مشاورات السلام اليمنية تروح مكانها بسبب عدم القدرة على بناء الثقة طوال نحو 3 أشهر من المفاوضات التي يبدو أن فريق الإنقلابيين أرادها للاستفادة في تحسين مواقعه عبر آلاف الخروقات للهدنة، وهو ما عبر عنه بوضوح المخلوع الذي زعم وبنوع من الغرور السياسي القاتل أنه مستعد للحرب 10 أو 12 سنة، فيما موعد نهاية المحادثات لم يعد بعيدا، فإذا أزف من دون الوصول إلى حل فذلك يعني أن اليمنيين أضاعوا فرصتهم الأخيرة لإعادة بناء الدولة والاستقرار. لا شك أن كل يوم يمضي من دون الاتفاق يزيد مآسي الشعب اليمني، فكيف إذا كانت المشاورات حتى اليوم لم تصل إلى مرحلة بناء الثقة جراء المواقف الإنقلابية لفريق الحوثي صالح، فيما وفد الحكومة يسعى إلى تذلي العقبات حرصا على إنهاء المعاناة التي تسبب بها الإنقلابيون
الذين يبدو أنهم يسعون إلى ربط أزمتهم الداخلية بملفات المنطقة تلبية للمطالب الإيرانية، وهو ما عبرت عنه تصريحات عدد من المسؤولين في طهران. من الثابت أن للمفاوضات نهاية، فهي لن تستمر إلى الأبد، وبالتالي لن تبقى الحكومة الشرعية والمقاومة الشعبية ومعهما التحالف العربي أسرى الحرص على عدم المضي في الحل العسكري لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، بعدما استطاعوا في سنة ونصف السنة دحر الإنقلابيين من غالبية المدن والمحافظات التي احتلوها وحصرهم في صنعاء. وهذا يعني أن من يلوح باستمرار الحرب عقدا من الزمن قد فقد حنكته السياسية تحت وطأة حمى العودة إلى الحكم من خلال رهن نفسه للمشروع التوسعي الإيراني. الهجوم الإرهابي الجديد على عدن كان هو الموضوع الذي كتبت عنه صحيفة الخليج عنوانا قائلة: مقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين في هجوم إرهابي في عدن. تقول الصحيفة: قتل 4 جنود وأصيب 6 في عملية إرهابية تبناها تنظيم داعش الإرهابي من خلال تفجير انتحاري استهدف جنود حاجز تفتيش أمني أثناء تناولهم وجبة الغداء في مدينة المنصورة وسط محافظة عدن. وقدم مصدر أمني في شرطة عدن للخليج رواية لتفاصيل العملية الإرهابية قائلا: إن شخصا إرهابيا يحمل عبوة ناسفة مخفية داخل كيس بلاستيكي تقدم إلى الجنود المتمركزين في حاجز تفتيش أمام مستشفى البوريهي التخصصي وبالقرب من دوار كالتكس في المنصورة، وذلك أثناء تناول الجنود وجبة الغداء، وطلب منهم السماح له بتناول الغداء معهم، وعندما سمح الجنود له بالجلوس فإذا به يأكل بشكل سريع جدا ويغادرهم تاركا كيسه البلاستيكي، وما هي إلا لحظات حتى انفجرت العبوة الناسفة ما أدى إلى مقتل 4 وإصابة 6 آخرين من الجنود. وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن العملية الإرهابية، وزعم في بيانه أن بعض جنوده تمكنوا من زرع عبوة ناسفة ومن تفجيرها على تجمع لعناصر من الجيش الياباني في مدينة عدن. صحيفة البيان الإماراتية قالت: اجتماع لندن الحل في اليمن يبدأ بانسحاب الميليشيات، حيث كتب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش حول اليمن وأوضح: اجتماع رباعي إيجابي في لندن حول اليمن، اتفق وزراء خارجية بريطانيا، الولايات المتحدة، السعودية، الإمارات على دقة المرحلة ودعم الجهود الدولية. وأضاف أيضا قرقاش قائلا: استعرض المجتمعون جهود السلام الحالية واتفقوا أن نجاح الحل السياسي يبدأ تسلسله بانسحاب الميليشيات الحوثية من العاصمة والمراكز المدنية الرئيسية. وعبر الوزير عن تفاؤله من التوافق الدولي بخصوص الحل السياسي في اليمن، قال: بدا واضحا في اجتماع لندن الرباعي مستوى التنسيق والتوافق بين القوى الإقليمية والدولية المسؤولة، مما سيدعم الجهود السياسية في المرحلة القادمة. وعن الوضع الاقتصادي تقول صحيفة العربي الجديد: المركزي اليمني يعلن انفراج أزمة ترحيل فائض النقد الأجنبي. تقول التفاصيل: أعلن محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام عن انفراج أزمة ترحيل فائض النقد الأجنبي لدى البنوك المحلية لتغذية أرصدتها في الخارج. نقلت وكالة الأنباء اليمنية في نسختها التابعة للحوثيين عن همام قوله: إن الأطراف الخارجية أبدت موافقتها على ترحيل فائض النقد الأجنبي من صنعاء لكي تنفرج الأزمة تماما. وأشار المسؤول اليمني خلال لقائه أعضاء اتحاد الغرف التجارية في صنعاء إلى ترحيل دفعة أولى من النقد الأجنبي مطلع شهر يوليو الجاري، متوقعا ترحيل الدفعة الثانية خلال الأيام القادمة. صدمة المستقبل العربي والعالمي، تحت هذا العنوان كتب محمد عارف مقالا ونشره في الاتحاد. خلال العقود الثلاثة الباقية على بداية القرن 21 سيصطدم الكثير من عقلاء الناس بالمستقبل، وسيجد الكثيرون من أبناء أغنى الأمم وأكثرها تقدما عناء أكثر فأكثر في الوفاء بمتطلبات التغيير المستمر الذي أصبح علامة مميزة لعصرنا.
أو بعبارة أخرى فإنه بالنسبة لهؤلاء سيصل المستقبل بأسرع مما كان منتظراً. بهذه السطور افتتح الكاتب الأمريكي ألفين توفلر كتابه صدمة المستقبل الذي ترجم حال صدوره عام 1970 إلى معظم لغات العالم بما فيها العربية. وفاة توفلر نهاية الشهر الماضي جددت صراع الأفكار المتفائلة والمتشائمة بصدد صدمة المستقبل. هل تدمر الثورة العلمية التكنولوجية حياة الناس والمجتمعات التي تخفق في مجاراتها؟ أم أننا نصنع مجتمعاً جديداً ليس مجرد صورة مكبرة من مجتمعنا الراهن بل مجتمعاً جديداً؟ تصورات مماثلة أثارها كتاب صدمة المستقبل في العالم العربي، حيث صدرت طبعته الأولى في القاهرة عام 1973. هذه النظرة التقليدية السائدة حتى اليوم يفوتها أننا لسنا في حال التأمل، وأننا إن لم ننتج تكنولوجيات صدمة المستقبل فهي أنتجتنا وربما أكثر من أي منطقة بالعالم. فالعربات والقطارات والطائرات التي غيرت العالم كلية ما كان يمكن أن تكون لولا وقود النفط المدفون في الأرض العربية منذ مليارات السنين. إلى فقرة الختام لكشك الصحافة وهي الكاريكاتير. مشاهدة ممتعة، وحتى ألقاكم في أمان الله.